السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين جعلوا القرآن عضين فربك لنسألن معين عما كانوا يعملون فافزع بما تؤمر عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.